السلام عليكم ورحمة الله ومساء الخير على الجميع. اليوم إن شاء الله أكلتنا حتكون هريسة الملوخية الحجازية. حسويها اليوم بالدجاج، تقدر تسويها أنت باللحمة. ححتاج لصدور دجاج أسلقها مع بصلة وقرفة وخولنجان وهيل. واليوم حستخدم الملوخية المجففة، تقدر أنت تستخدم الملوخية الطازة بس أنا اليوم حستخدم المجففة. حسلق الدجاجة 35 دقيقة إلى 40 دقيقة لأني أبغاها تنهري وأنتشها بعد ما أسلقها. على بال تنسلق الدجاجة حغسل الملوخية الناشفة، حطيتها في صفاية والصفاية جوة كروانة وحغسلها. حرشها بموية زي كده إلين تتعبى الكروانة اللي تحت من دون ما أضغط عشان لا تتفتت. اتعبت موية، حقلبها زي كده اتأكد انه كلها جاتها موية واشيل الصفاية وكب الموية اللي تحت. حكرر اللي سويته كمان مرتين واشوف الموية اللي تحت لين اتأكد انه خلاص نطفت وما في تراب. كده خلاص هذا اللون لون الملوخية المجففة، وهذه الفتافيت فتافيت ملوخية لكن تراب احمر ما في. بيدي زي كذا حعصرها واتأكد اني اخرج الموية منها. بديت اغسل الدفعة الثانية، ابغى اوريكم التراب اللي يطلع في اول مرة. شوفوا كيف هنا بينما كذا، شوفوا خلاص بعد 3-4 مرات نطفت لانه هي المفروض يكونوا مغسلينها بس من زود الحرص غسلوها. حبدأ أقلي الملوخية دي في زيت حار وقدر كبير على دفعات. بسم الله الرحمن الرحيم، من غير ما أحركها هخليها كده تنقلي شوية بعدين أحرك. النار عالية وما حركت، لما تبدأ زي كده تبدأ تشقر أبدأ أحرك شوية. شوفوا كيف انقلت وصارت جافة او يابسة مقرمشة، خلاص كده اشيلها واحطها في ورق نشاف. ودحين في الخلاط ححط علبتين لبن زبادي، 3 بصلات مقلية و3 حبات طماطم وفصوص ثوم. بعد ما بردت الدجاجة نتشتها، خليط البصل والطماطم جاهز. هحتاج البهارات زنجبيل وفلفل أسود وكزبرة وملح. في القدر شوية زيت أو شوية سمنة فارم اللي يريحك، حضيف الدجاج وأقلبه. حضيف البهارات وأقلبها. حضيف ملعقتين من مرق الدجاج. وأضيف بعدها خليط اللبن والطماطم والبصل وأقلبها وأخليها تنطبخ 5 دقائق مع التقليب المستمر. بعد مرور ال5 دقائق حضيف الملوخية المقلية. بعد ما خلطت الملوخية شوفوا كيف ما فيش مرق، حبدأ أضيف شوية من مرق الدجاج. أضفت شوية من مرق الدجاج، شوفوا كيف لما أسوي كده الملوخية تطلع لي المرقة كده. أنا تمام، رخيت النار، حغطي غطى القدر وأخليها تنطبخ على نار هادية لمدة 30 دقيقة. هريسة الملوخية الحجازية صارت جاهزة، تتقدم مع الخبز أو الرز. ألف صحة وهنا وتسلم الأيادي.